هذا وكان مبنى المجمع الحكومي بمحافظة شبوة قد تعرض ليلة أمس لهجوم مسلح يعد ثالث من نوعه في أقل من شهر. ووفقا لمصدر محلي فإن مسلحين مجهولين هاجموا بقذائف الار بي جي مبنى السلطة المحلية للمحافظة الواقع في شارع قطن بحي النصب بمدينة عتق، موضحا أن قوى من الأمن والجيش تبادلت إطلاق النار مع المهاجمين الذين شرعوا بالفرار. هذا ولم يسفر الهجوم عن سقوط الضحايا باستثناء بعض الأضرار الطفيفة في المبنى.